مكلفه بالخبر وما ادري بالدمام، مكلفه 99 مليون وجالس عند بابه من جبيه يدخل قال تعال 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 لا تروح له من الطب وش عندك؟ ان كان انه اعطاه التوجيه ووجهه بالطب الشعبي قبل يدخل المستشفى هو له مكلفه 99 مليون. نيته طيبه الرجل. فانا اتصلت عليهم باب الصدف هاك الايام، سالت واحد من اقربائي واتصلت عليهم باب الصدف اني ما بسأله عن القولون، بسأله عن اللحميه الولد اللي عندي. قال لي هو جزاه الله خير الله يرحمه، قال لي ما يصلح له الا استئصال اللحميه. قلت طيب جزاك الله خير، ما تعرف علاج للقولون؟ قال انت عندك قولون؟ قلت والله عندي قولون تعبان منه الى بعد درجه. الله يكرمك، غشم خاطي وانتفاخات وبهذله، والاكل بعض المرات يطلع ما امتصته المعده ولا الامعاء، وتعبان منه بدا وقلق وتوتر. قال لي سهل 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 سهل، هذا علاجه بسيط. قلت عطني علاج الله يجزاك الجنة. قال لي علاجه ما يلي: أولا المدة شهرين، المدة لابد أن تكون شهرين كاملين. ثانيا علاجه أرطى، معروف الأرطى كانوا أبائنا وجدادنا والأولين كانوا يحطون بالصملان اللبن والحليب على أساس أنه يدبغها ولا تنقط، ومفعوله قوي جدا ومفيد. أنا ما وقال لي قول، قال لي الأرطى وقال لي صفة استعماله. فأنا كان عندي موظف مصري له أخو بالإسكندرية عنده مركز تحليل، وكان عندي واحد موظف بمؤسسة لي خاصة عمل خاص محاسب عندي له أخو بالأردن. أعطيتهم على جزء على عينة من العينات اللي أذكر لي، وقلت روحوا حلوها شوفوا هي تضر الكبد والكلى وتضر شيء بالجسم ولا لا، لأني كان بوقتها فيه كتابات بعض الجرائد والصحف عن العلاجات الشعبية وكذا، وصار عندي ردة فعل. فحللتها بالإسكندرية وبالأردن مركزين، وطلعت النتيجة واحدة، أن الكمية اللي استعمل التالي وحسب ما وصفها لي أنها تفيد في قتل الجراثيم وتبني أنسجة، تبني أنسجة جديدة، يصير القولون يعني مثل ما تقول أملس، ما يستقبل الطعام ولا يهضمه، ويطلع الطعام على اعتداله بأغلب الأحيان البقوليات وما البقوليات، فيكون الطعام ما هضم من سبب القولون من جوا صاير الأملس. فهذا يزرع له سبحان الله أنسجة وشعيرات تمتص. أنا بعد ما أخذت النتيجة وعرضت على استشاري هندي كان عندنا من المستشفى ومن أشطر الاستشاريين، انقل عند الحبيب الظاهر بدي ب30,000 راتبة، استشرته قلت هذه حللناها بالأردن وكذا ومستعملها القولون. قال ممتاز، هذا يقتل الجراثيم ويبني أنسجة وممتاز إلى بعد درجة ما يضر أبدا. بدأت باستعماله على حسب وصفة المرحوم، ملعقه وسط، ملعقه وسط اللي هي لهي بحقه الاستكانه حقه الكويته، سكانه الشاي اللي يتحرك به الشاي حقه الكويتيين، ولهي بالملعقه الكبيره، الملعقه الوسط حقه المحلبيه والجيلي واللي ناكلهم برمضان، هي ملعقه وسط. ملعقه الوسط هذه تاخذ ملعقه من الارطه مطحون مسحوق، بس الافضل ان اغلب العطارين غشاشين يبيعوا لك اياه بعودانه ويطحنون بعودانه، احسن شيء انك تاخذه وتيبسه الارطه هذا من النفود، هو يعيش من النفود الغالب، تاخذه وتيبسه وبعدين تاخذ ورقه وتيبسه بظل وتطحنه الى يبس مره ونشف،
وتطحنه وتاخذ منه ملعقه مع لبن، كاس لبن بعد صلاة الفجر مباشرة قبل الإفطار بساعتين إلى 3 ساعات. تأخذ ملعقة قبل الإفطار تخضها بلبن، قال لي الله يرحمه قال إذا كان اللبن مخيف فهو أفضل، إذا كان عندك بقر، قلت والله عندي بقر، قال خذ حليب بقر مخيض وفي زبدته وأخلطه معه، وما حصلت خذ من نادك، وما نادك ذولي أفضل يعني درجة ثانية، خذ منهن وأخلطه معه، أخلطه مع اللبن الأرطى واشرب كأس الصباح على فك الريز بعد صلاة الفجر، اشربه ولا تأكل بعده إلا بعد 3 ساعات، وإن جلست 4 ساعات وهو أفضل حتى يدي مفعوله ويبني جداير داخل القولون. استعملته قال لي استعمله 15 يوم ما نتصل عليه، استعملته 15 يوم، بعد 15 يوم حسيت براحة ما يعلم فيها إلا الله، اللهم لك الحمد والشكر، تحسنت 99% عن حالتي اللي أنا كنت فيها مزعجة. بعد ما تحسنت بشرته قال استمر يا ولدي استمر. استمرت عليه 2 شهر وقال لي من الأفضل أنك تاخذ عسل سدر بالليل عند النوم ملعقة، وإن بغيت تعشى نفس الكاس ده وعقبها بساعة تأخذ لك السدر ملعقة عسل سدر فبها، وما بغيت تعشى أو تعشى بدري وتأكلها عند النوم ملعقة سدر فو أفضل. أنا طبقت هالكلام، صرت أتعشى بعض المرات بدري أنا وعيالي، وبعض المرات أخلي بدون عشاء وأشرب كاس ذا، وبعض المرات المهم العسل ما أتركه عند النوم، إلى مني جيت بنام أخذت ملعقة كبيرة عسل سدر وأكلتها. استمرت على هالحالة لين 2. بعد 2 الحمد لله والشكر من فضل الله وشكره، تحسن عندي القولون والمزاج وتعافيت منه، وصرت رجعت للحم وللأكل والطبيعي. ما أقول لك إني يعني خلاص إلى الآن، طبعا المعدد واللي عنده إدارات، أنا مسكت إدارة التعليم وبعدين مسكت إدارة الكليات، صار عندي شوي ضغوطات تجي عندي بعض المرات، ضغوطات أتأثر بوقت إزعاج شوي بس يجيني منه إزعاج وبعدين يروح، لكن الحمد لله من فضل الله وشكره، وما شاء الله تبارك الله من نعمة الله علي أحمده وشكره عفيت وارتحت. واتصل علي ناس، من الكلام هذا قبل 20 سنة، من قبل 20 سنة اتصل علي ناس من الرياض ومن الكويت ومن جميع المحافظات، والله وصفتهم لهم، وأذكر واحد منهم كان عندنا بنفس المحافظة، جالي بالمكتب يعني تقول مثل اللي يبكي مرة تعبان، قال يقولوا عندك وصفة القولون ومرة صفاله، ما شاء الله تبارك الله الآن إلى من شافني بآخر الشارع لف الحقل بالسيارة وقفني يحب راسي الله يجزاه خير ويشفيه ويعافيه كل مسلم، يعني لأنها مجدية والله الحمد، بس إنها تبي صبر ولا هي مرة ولا هي بشينة. أبانا وأجدادنا يبغوا يشربون اللبن وضعوا معه رطة من أول بالصميم، نعرف هالشيء هذا ما هو غريب علينا، والأرطة شجرة طيبة ونظيفة بالنهود وطعمها زين لذيذ ونكهتها حلوة، والله سبحانه وتعالى هو الشافي المعافي، والله أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يشفيك ويعافيك وكل مسلم، وإن شاء الله هالوصفة تنفع بإذن الله تعالى إذا طبقتها، وبشرني إن شاء الله عقب 2، والله يحفظك.